وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الرز الكبسه والصوص بتاعه والبانيه، يا رب يعجبكم زي ما انتم شايفين كده. والبانيه زي ما انتم شايفين مقرمش والقشره بتاعته ما بتقعش. خليكم معايا نشوف هنعمل البانيه ازاي والرز والصوص بطريقة جميلة. خليكم معايا لآخر الفيديو. التتبيلة بتاعتنا مية البصل، وضفت لها معلقتين خل، ومعايا الملح والبابريكا والكاري وربع معلقة قرفة والفلفل الأسود والكمون، وده تفل البصل. وطبعا الثوم فريش، واخده 5 فصوص كبار. هضيف التوابل على مية البصل واقلبها كويس، وهضيف الثوم هيدي ريحة جميلة جدا للفراخ، الثوم الفريش. وبعد كده هضيفها على الفراخ. طبعا الفراخ غسلها كويس ومصفياها، وتفل البصل ده انا هستعمله، هعمل بيه رز الكبسة مع بعض. قلبي الخلطة كويس مع البانيه، بعد كده هسيبها في التلاجة ساعتين ونشوف هنعملها ازاي. انا معايا هنا البقسماط والدقيق، هخلطهم على بعض وهضيف عليهم ربع معلقة ملح وفلفل اسود وكمون وربع معلقة كاري، وطبعا معلقتين كبار نشا، اهم حاجة المعلقتين الكبار النشا عشان هيدي قرمشة جميلة جدا. وهنا معايا بيضتين، هضيف عليهم شوية لبن صغيرين زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبهم كويس وهضيفه على البانيه. طبعا بعد ما انا ريحت البانيه في التلاجة ساعتين وقلبه كويس، وبعد كده هنعمله في الدقيق والبقسماط والنشا. طبعا زي ما انتوا شفتوا انا نكهت البقسماط بربع معلقة ملح وربع معلقة فلفل اسود وكمون وربع معلقة كاري. وانتي بتدبلي البانيه في البقسماط اضغطي بايديكي بالمنظر ده كده، حاولي تضغطي. اخلص الكمية وارجع لكم. كده الكمية معايا خلصت خلاص بالمنظر ده. زي ما انتوا شايفين اهو الزيت سخن وحطيت البانيه، هنا خلاص البانيه هقلبه بقى الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين القشرة بتاعته ما وقعتش ومقرمش،
هنعمل الرز مع بعض، هغسله وانقعه نص ساعة ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. انا ضفت هنا الزيت وضفت عليه البصلة هشوحها. طبعا البصلة دي اللي انا خدت منها مية البصل عملت بيها البانيه، قلت اعمل بيها الرز. وهضيف كوباية بسلة على جزر، حابة تزودي عن كده براحتك، والتوابل هضيفها بعد ما اشوح. هضيف معلقة ملح، معلقة بابريكا، معلقة كركم، مكعبين ماجي فرقاهم كويس، ومعلقة كاري، واقلبها كويس. لو عندك بهارات كبسة حطي، انا حاطة بهارات كبسة برضو. كده المية غليت، انا ضفت المية على البسلة وغليت، وهقلبها كويس وهضيف الرز. طبعا كيلو الرز عامل 4 كوبايات، لا عامل 5 كوبايات، ضفت انا 10 كوبايات مية، يعني 5 كوبايات رز عليهم 10 كوبايات مية. هنا كده الرز شرب بالمية بتاعته، هوطي عليه واسيبه يستوي براحته ونشوف مع بعض المنظر النهائي ليه. هوطي عليه واسيبه يستوي براحته. معايا الشطة والملح وقرنين فلفل و3 فصوص ثوم والطماطم. هنعمل مع بعض صوص للرز. انا ضفتهم في الخلاط، يبقى انا كده ضفت في الخلاط بصلايه و3 فصوص ثوم وقرنين فلفل والشطه والملح، وهضيف 1/4 كوباية خل، انا كده ضفت 1/4 كوباية خل صغيرة، هضربهم بالخلاط. وبعد كده هضيف 2 معالق صلصة، بس مزود عليهم 1 معلقة مية. انا كده خلصت الصوص بتاعنا اهو بالمنظر ده، يا ريت تجربوه طعمه حلو قوي. وكده خلصنا يا بنات، زي ما انتوا شفتوا الرز والبانيه والصوص، وزي ما قلنا القشرة بتاعته مبقعدش وبيقرمش. لو عجبكم الفيديو ما تنسونش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.